أنت تقول هذا قتل غير متعمد، نعم ولكن القتل غير متعمد عندما يتكرر كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. حتى هذه اللحظة التي نتحدث يوميا يسقط شهداء ويوميا يسقط جرحى، ومن ثم الغازات المسيلة للدموع المستخدمة الآن لم تشبه مكان آخر استخدمت فيه. وأنت عندما هو متخلف كواقعنا المتخلف، يعني مو في القصة، هي هذه الغازات مثل شارعنا ومثل مدرستنا يعني أنت ومثل مستشفانا. المئات من الآلاف في ساحة التحرير، وأنت شفت الصور عندما ترمي القنبلة تجي أكيد راح تجي برأس واحد، أكيد راح تجي، ومع هذا الإصرار ما زال موجودا على استخدام هذا. هذا بوحي من يدير هذا الرعب؟ أليس هذا إرهابا للشعب للمتظاهر؟ هل الحكومة التي استطاعت قواتها الأمنية أن تجد أبو بكر البغدادي؟ أنت راح تخليني في جانب الحكومة ضد المتظاهر. أنا أنت بهذه أخذ جانب الطريقة. يريحك، أنت أخذ الجانب يريحك، أنا أتحدث عن صور أحتاج منها من العقلاء. لازم تحكي عن صور أخرى أيضا اللي هي حتى أقدر أتفاعل وياك وأتعامل وياك. الصور اللي هي اللي هي القوات الأمنية. لا، الصورة الأخرى، أنت حكيت عن القوات الأمنية بهذا استعمال السلاح بهذه الطريقة وبهذه الدرجة، لا، ضحايا القوة الأمنية. أوكي، حكيت زين، أريدك تتحدث لي أيضا المتظاهر ليش يصر يروح يطوق البنك المركزي يريد يصعد له، ليش يصر يريد يغلق الجسور، ليش يصر يريد يعبر للمنطقة الخضراء؟ والله تعرف قديش أنا أخاف إذا راح المتظاهر للمنطقة الخضراء؟ بكل صراحة أقول لك المنطقة الخضراء مذعورة ومن يسكن فيها مذعورة ومن يسكن بها عنده استعداد يدافع عن نفسه وأولاده وأطفاله حتى آخر طلقة في جعبته. من اللي راح يتضرر؟ أنا مسرور إذا عبروا وعود يعني يحصلوا النصر معنوي، هم دخلوا إلى عقر دار الفاسدين، بس يروح لفد 2000-3000 واحد برصاص حي، أنا راح أكون فرحان؟ أنا متأكد لا. ولذلك حينما أقول في الإعلام وأكتب وأصرخ وأغرد أقول يا عمي تركوا المنطقة الخضراء، والله العالم سمعكم في أفريقيا، يعني يسمعكم من ساحة من ساحة التحرير، مو إلا بالمنطقة الخضراء يلا، ولكن والله لم يدفع هذا الشاب وهذه الشابة، ويجعل عندهم الإصرار عجيب غريب، ينامون على الجسر ليل نهار ويريدون يعبرون الصبات بأي شكل ويتحملون هذا الغاز المسيل للدموع ليل نهار حتى يعبر، والله من يدفعه الشيطان.